ونتمنى تكونوا بألف خير. اليوم بغيت نشارك معكم مخمل ديال الفطور. عندي في المقادير 300 غرام ديال الفورص، 150 غرام ديال القمح او طب. كنحتاجو دابا المقادير. غادي في نفس الوقت انا درت هنايا كلشي بكري. غادي نحتاجو هنايا واحد المعيقه ديال الخميره، معلقة مع مرش يا السنيدة، تقريبا معلقة ديال الملح صغير، واحد نص ساشي ديال الفاني، صافي. ونخلطو بالماء دافي. بسم الله. نعاون بهذه أكثر. صافي العجين ديالنا وجدات. دابا نزيدو معلقة أخرى ديال زيت الزيتون أما الوجه، نخليها تتخمر. دابا غطيتها بالسلوفان وغنخليها تخمر. دابا نخمرها بخمر، كيديرها بفقاعات هكا. نديرو شوية الزيت في يدينا، نجيب واحد الكويرة صغيرة، صافي. وكنحطو في الطبخ، جيبو تاني الزيت عين عادي، شوية طحين، هاهو كيجي بحال عجينة الشفنج. نكمل ونرجع معاكم.
نشوفها تبدا تنفخ هكا ونقلبوها. اللي بغا يديرها في المقلاة وجدية تقيلة يديرها، إذا بغيت معلقة زيت يدهن بيها ويطيبها. أنا غنكون مطيبة في هذه باش دغيا نطيبها ونكملهم. صافي هذه طابت، غنكمل المخمار نرجع معكم بالشكل النهائي. كان هذا هو الفطور ديال الصباح، مخمار ساهل بلا تمارة بلا دليك بلا والو. درت حريرة ديال البلبولة بزيت العود والزعتر، كتجي رائعة، بنديرها لكم في القناة. المخمار كيجي رائع. إلى عجبتكم الوصفة ديروا لايك واشتركوا في القناة، وما تنسوش تبارطاجوا الفيديو مع الأصدقاء. شكرا لكم، بالصحة والراحة.